إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے سینوں میں عداوت جاگ اٹھی انسان سے انسان ٹکرائے پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے